Mon pire souvenir, j'ai attrapé une maladie professionnelle dans le milieu, rachetez l'odorat. السلام عليكم. اليوم نحكي لكم على المهنة ديالي اللي هي مسؤول سلامة المواد الغذائية. عرف لنا المهنة ديالك. Le responsable management sécurité dans l'alimentaire, comme son nom indique, donc il est responsable sur la sécurité des denrées alimentaires. Là, c'est la sécurité, c'est l'absence de danger physique, l'absence de danger chimique, l'absence de danger biologique, avec déclaration d'allergène sur l'emballage. كيفاش نتعلموا المهنة ديالك؟ باش نتعلموا الميتي هذا لازم نكونوا عندنا سكون ابل لي كونيسونس دو باز اللي هما دي انجينيور ديتا اون بيولوجي دي انجينيور تكنولوج دي زاغرونوم دي ماستر اون بليس دو سا دونك يا ليكسبيريونس بروفيسيونيل كي فا بيرميتر لا بيرسون دوكيبي دي بوست باغي. وشنو هي الادوات الضروريه في المهنه ديالك؟ الحاجه الاولى نكونوا ملمين بقوانين الدوله الجزائريه، ملمين بلي نورم لي نورم انترناسيونال، ملمين بلي زيكسبيريونس سيانتيفيك، كونوا ملمين بمبادئ المانجمنت. وشنو هي الصفات اللي لازم تكون في لا بيرسون اللي تخدم الخدمه ديالك؟ لازم يكون انسان باسيون لانه راح يتعامل مع البيرسونيل، راح يفي لو مانجمنت دو بروكسيميتي كسا سوا او نيفو او بيان ا با نيفو. حاجه ثانيه لازم يكون عنده سكون ابل لي تكنيك دو كومونيكاسيون، يعرف كيفاش يوصل المعلومه بدون تجريح. il faut accepter le participant, il faut le ramener, il faut l'accepter. لازم نحببوا له الميتي تاعو ونوفروا له التقنيات اللي تساهم للحفاظ على سلامه المواد الغذائيه. وشنو هي الصعوبات اللي تلاقيهم في المهنه ديالك؟ من بين الصعوبات اللي تواجهها الجوده والنوعيه في الميدان هي محاربه لي جاست لي زابيتود اللي يجي بهم الموظف ا ديفيرونت ايشان. مثلا ان اناليست ولا ان انجينيور كي في لا ميترولوجي او نيفو دو لابوغاتوار عنده اون فاسون كومون لير كومون انتربريتي كومون مانيبولي بور لوتي كونتر لانسيرتيتود. الموظف اللي راهو كونتاكت ديريكت افيك لا دوغي اليمونتير لازم يحارب واحد السلوكيات، كيعطس مثلا كيفاش يعطس، وين يدير يديه، لازم يغسل يديه، لو ديبلاسمون تاعو يكون كونترولي، ياسي تسويت. باش نحاربوا هذوما العادات اللي يجيب بهم الموظف نلقاو صعوبه كبيره، بوغ لي رامني ان نيفو فوم اكزيج لا نورم. وشنو هما الحوايج اللي يقولوهم عليكم الناس وماشي صح؟ الناس يقولوا علينا اوني دي بيروكي، باسكو اون سيس با دو رابلي لي زيكزيجونس ليغال اي ريغلومونتير، اون سيس با دو رابلي اون فاسون دو فار بور بروتيجي اي لا سونتي دو ترافايور، بوي لا سيكوريتي des denrées alimentaires. يقولوا علينا بلي ما نعرفوش لو ميتي، اوني بوكو بليس دي تيوريسيان اور كو لو ميتي راهو في يديهم لتحت. يقولوا علينا بلي رانا عايشين دون ان موند اي لو تيران سي ان اوتر موند اور كو سي فو. نوتر ميتي سي دو رابلي لا كونفورميتي ليغال اي ريغلومونتير بور بريزيرفي اي لا سونتي لا سيكوريتي دي ترافايور اي لا سيكوريتي دي denrées alimentaires. كيفاش طورت المهنه ديالك؟ المهنه هذه كيفاش تطورت؟ تطورت مع الاول كنا نخدموا اونيكمون لو سيكو اللي هو لو كونترول كاليتي، لو كونترول كاليتي برودوي. ابخي يا لانكوربوراسيون لو ديفلوبمون دو لاسيرونس كاليتي لو سيستيم اتش اس سي بي دون لو بوت داسوري لينوكويتي او بيان لا سالوبريتي دو نو دونغيز اليمونتير بو بوفوار غارونتير سيت كاليتي. الي ا سو بوست لا دونك لو ريسبونساب مانجمنت سيكوريتي دي دونغيز اليمونتير كي لو غارون سور ان سيستيم كي ميتريز توت لي سورس دو كونتاميناسيون سوا دو لوردر فيزيك شيميك بيولوجيك او بيان سيل يا ديز allergènes ils seront déclarés sur l'emballage pour informer le consommateur. كيفاش دير ميزا جور في الميتي ديالك؟ في المهنه هذه هي متعلقه بالقوانين. lorsqu'une norme elle est mise à jour ou bien une nouvelle norme تظهر on doit être en conformité par rapport à cette norme à travers la formation continue, sensibilisation interne, le management de proximité, l'évaluation de la conformité interne et les audits internes bien sûr. كيفاش اثرت فيك المهنه ديالك؟ المهنه هذه اثرت عليا في حياتي، وليت انسان ميتيكولو في حياتي الشخصيه، دونك في الدار في العمل في السياره، ما ندير حتى حاجه الا ما كانت عندها مرجع قانوني ولا بوكو بلوس ديني. توجور نخطط المشاريع غير نرياليزيهم نفيريفيهم ومن بعد ندير التقييم النهائي. وشنو هو افضل سوفونير ليك في المهنه ديالك؟ Mon meilleur souvenir FIFALE, c'est le team building qui a été réalisé récemment, donc suite à la réalisation des différents objectifs. وشنو هو أسوأ سوفنير ليك في المهنة ديالك؟ Mon pire souvenir, j'ai attrapé une maladie professionnelle في le milieu هذا. Donc, rachetez l'odorat.